بدايةً أشكر الدعوة الكريمة من المستشار رفاعي مدمنة لانضمامي لحملة كمل الجميلة. الحقيقة من قبل الحملة وأنا مقتنع اقتناع كامل بترشيح الفريق السيسي لرئاسة جمهورية مصر العربية. ولو سألنا نفسنا ليه بنرشح؟ هل هو نوع من النفاق، المجاملة، أي شيء ممكن من اللي بيحدث سواء في السياسة واللي احنا شفناه من كتير من السياسيين اللي عايز يتسلق وعايز يبقى عضو مجلس الشعب، اللي عايز يمسك منصب، اللي عايز حاجات كتير جدا للمصلحة الشخصية والنفسنة وحاجات كتير. لكن ليه احنا تمسكنا او بنقول دلوقتي احنا بنرشح الفريق السيسي بالذات لرئاسة جمهورية مصر العربية؟ لو رجعنا بالذاكرة شوية صغيرة كده وعصرنا محمد مرسي أسوأ رئيس جمهورية لمصر في تاريخ، الله يرحمه. لو عصرنا كده وتخيلنا في كابوس مزعج ماذا كان سيحدث لمصر لو استمر محمد مرسي، مش هنقول كتير، حتى الأربع سنوات بتوعه وتغير، رغم ان هو كان حاطط في دماغه وقال للسيسي نفسه ان انا قاعد 500 سنة. كانوا متخيلين ان هم خلاص مدام استولوا على مصر يبقى هيقعدوا. ليه؟ لان هم ما كانوش عارفين سيكولوجية الشعب المصري. الشعب المصري من اعظم شعوب العالم دي حقيقة، وعشان كده ربنا حامي هذه البلد وحميها ليه؟ لانه ذكرها في القرآن اكتر من 7 مرات وامثلة كتير قوي قوي قوي. برغم ان هذه البلد العظيمة وبشعبها العظيم تعرضنا لحاجات كتير قوي قوي، ويمكن من اكتر الشعوب العربية اللي عانت في حياتها من جهل وفقر ومرض وحاجات كتير الشعب المصري. الحملة هي عبارة عن جزء من حب الشعب المصري للفريق السيسي، ده مجرد تعبير. يعني هي مش الحملة بس اللي بتؤيد الفريق السيسي بصرف النظر عن هذه الحملة، لكن الشعب المصري كله، أو عايز أقول 90% منه إن لم يكن يعني 10 الباقيين إذا كانوا إخوان أو إسلاميين أو بيكرهوا السيسي هم اللي يعني نستثنيهم، لكن جموع الشعب المصري عارفة قد إيه إن الفريق السيسي هو الرجل الوطني الصادق المحب لبلده المدافع عنها، اللي انتفض لحظة الخطر لما حس إن مصر في خطر وإن حكم محمد مرسي كاد أن يقسمها ويحقق الحلم الصهيوني الأمريكي اللي كان عايز يفتت الشرق الأوسط، ونجح في العراق ونجح في سوريا وكان فاضل لهم مصر عشان ياخدوا الغنيمة الكبرى. لكن الحمد لله لأن مصر محمية بربنا ومحمية بشعبها الذكي الفطن اللي بينتفض ساعة الخطر، فاتوجد السيسي في اللحظة المناسبة ووقف جنبه الشعب المصري، جنب جيشه الوطني اللي معروف تاريخ الجيش الوطني انه جيش وطني حر من ايام احمس، من ايام الزعيم احمس اللي انتصر على الهكسوس، ومن ايام صلاح الدين الايوبي، ومن ايام احمد عرابي، ومن ايام عبد الناصر، ومن ايام جميع الزعماء اللي كانوا وطنيين ومحبين لمصر حب عقيق. شكرا.